والله لا شيري والله خالتي طردك من الدار والله لا شيري كل البنات شاء الله تكونوا بجامعة تشوفوا هذا الفيديو مع ياسمين خالتي كما شفتوا اليوم واش غادي فيديو ياسمين تاع اليوم واش غادي ديروا مقلب مقلب وشوفوا اليوم غادي تذهبوا الحاجة وكل حاجة اللي غادي تشوفوها غادي تلقاو فيها بينك انا لابسة بينك ياسمين البوشيت راهي غوزغين غادي تبالكم وشوشو ومهم مهم اي حاجة اللي كاد كلشي اي حاجة غادي تلقاوها تلقاوها بالبينك واكيد غادي نديرو مقلب اللي هو علاش حبيت لكم الفيديو البنات هذا هو البرودكت ياسمين هي اللي قالت هذا هو البرودكت اكافيا هادي المهم البنات نفهمكم بشويه شوفوا غادي ندير مقلب ماما ماما ما تبغيش لي كولور لي بزاف فلاش وانا ثاني ما نبغيش لي كولور لي بلو زعما لي فلاش بزاف دونك خيرت لا كولور هادي الغوز باش ندير لماما مقلب ياسمين واش تقولي على هاد الفكره هادي هو يشوفوا براحة وغادي تقصوا المهم هادي باش تفهموا البنات ماشي هادي غير تغسليها طلع دوكو انا ياسمين غادي تابليكي عليها بخي ندير لوك غوز باش كي تشوفني ماما بغيتها تنخلع وتتشوكا دوكو انا يلاه غادي لك لابليكاسيون دوكو لو فيس انا وليتكم ها هو باش تعرفوا بغيت نوريه لكم من الداخل باش تكونوا دايرين ايديها هذا فاش عجبني كي تكوني هايبه ان كولور مثلا اي كولور تقدري ديريها وتغسليها تشوفي الا جاتك ولا ما جاتكش دونك ياسمين بون كوراج غادي تبقى ديري بليطاج دونك غادي نديرها لكم بالخوف باش تفوت دونك فوالا يلا ام سو اكسايتد ياسمين راكي متحمسه بيان سور يلا يلا جيبي لي كراب ونبداو نتفرقي دونك ساهله غادي نديرو على ان شاء الله شوف نبداو نديرو وقولي لي كي جاكم لي في تاع ناتشورال راني درتها لكم دوك نحطها لكم ثاني الفيديو تاع باش ديري لا كولور اورانج واحد غادي نبدا ديري لي انا كنت خايفه الصراحه لان شعري بلون باش نديرو بالاخر مليح باش ندير لك لا هي شوفو هي ياسمين بدات ديري نقدرش نوريكم التالي مي ابخي كي دير لي ليتاب الاولى غادي نوريكم دوك انا vraiment c'est top عادت بديرو لابليكاسيون باسكو غادي يحكم لكم دوكا غادي نديرو لها السيشوار باش ينشف غادي واش غديري كومبلي ولا تبدي بلا كل ايطاج وحده لا كل ايطاج وحده غادي تشوفو ياسم كيراها السيشوار يلا بدي كوكو انا وليتكم بياض عجبكم انا صافا يعني بصح منتجرأش لهاد لاكولا عجبتك ياسمين شاكو بزاف من عجبتها مهم البنات ما تسيوهاش للامانه ما تسيوهاش ما تسيوهاش كامل شعركم تشوفوا ينشف ينشف كي الجل شتو الجل كي نشف قاعد نوريكم لابوز بس تشوفوا شوفوا مهم على جال المقلب كلشي هون دونك على كيما كتشوفوا هو من الاحسن ديرو تزيتوه ومن بعد عاد نفخوه من بعد عاد نشفو بصح دي كونساي البنات ايفيتيو لو ماكسيموم انا كنمشي بو البريك و بوغ المقلب البنات كيما قلتلكم انا لو كان ماشي على البرانك ولا المقلب مكنتش غادي كاع نديره باسكو علاش يقصف الشعرة وناشف متقدريش تمشطيه امبوسيبل يعني ايفيتيو اللي بغات تسيي ماشا راني معاكم ما بغيتش تسيي اوكي دونك الحاجة الأولى اللي غادي نديرو واش هي
ياسمين غادي تروح تقول لهم خطأ انا قلت لها ماما غادي ندير لك مكياج وغادي نشوف وندير لكم ردة فعلكم في اليوتيوب. كيما هما دركا راهم سامحوني تدوش كيما هما راهم في السطح وراهم يتقهواو. كلهم شربوا لاتاي ودوكا راهم يوجدوا العشاء. الوغ انا وياسمين ياسمين راح نشوفوك ميك اب ارتست و كوافير دونك فوالا غادي نروحو. ياسمين تخبرهم قبل راح يخبريهم دوك كلهم غادي قلت لماما غادي ندير ماكياج وانا كاع ما درتش ماكياج حاجه خفيفه هذه قلت لها شوف خليتها هنايا وقالت لي سي فري كي تشوفي هنا تحت البيت على كره دونك ياسمين غادي تقول روح تقول لهم انا غادي نطلع نشوف ردة فعل ماما ردة فعل خالتي وجداتي وغادي نعيط ابل في لاكام خوتي وخالتي سيف وبهاء وخالتي يلا 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 نشوفوا ردة فعلهم. ياسمين قلت له وغادي كي تقول لي هكا نقول لها ماما حسيت الحرق اللي في غاري هادي ردة صوفي ناس فعلا توشي قلت لك خليه قاعد نقول لك توشي مليح واش توشي تعرفي هنايا غير ما تقدريش تشوفي صوف ناس عجبتها لك هاني جاي صافي صافي صباح ما هي الأكلة؟ وين هي؟ وين هي؟ ما عجبكش بك؟ أتمسخ حتى حتى أنت وزير عطف ولا ماما بركة وين هي؟ فما حاجة أكلة تشاكي تشوف شكرا يا عليك قول لي ماما شباب ربي جيتي بس عيش لا يقول لي انا بنلعب على توصل المسار لا يقول لي قولي لا قولي انا نبغى الاراء تاعكم بس ماما ما عجبكش لا شفتي ماما هاي لا كولا غوزة ماما شابة حنا كي جاتك حنا كي جاتك كوزيت لا كوزيت شابة لها ماما مشي شابة لا ماما حرة في راسك عجباتك انا انت هي بنتي صغيره هي مهمه عجبتك ما عجبتك ما عجبتكش انا ها انت عجبتك عجبتك انا ما عجبتنيش ما عجبتكش ما عجبتنيش ما عجبتنيش صافي سير لا معليش هي ما توالف توالفين ندير ما هون واني دايره بدي وما شوفي ها ها لا نبدي نبدي مكانة الشعر روحي روحي كي جيتك ما شبكش هايا شوفي اختي ما كيش تشوفي هايا طيحتي لي المرة
على عينيك دم جال، هذا جال كتغسلي روح. الو السلام عليكم. وي سيفو سافا. الو الو وي سيفو كيفك شعري؟ والله لا شيري والله خالتي طردك من الدار والله ما جبتي والله انا شعري والله شو هذه روحي انا اللي شيطان والله والله الا شعري كامل ده شعر غوز شعر غوز هذه لا لا والله لا شعري يا خويا هذا ماله ها والله لا تبالي مشي شعر شو طلع لنا ها ها شوف سباغه ياسمين واحد راح يعاوني بيدك 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 هاي ياسمين طلع لك بيدك ها هو خويا مالك ياسمين ياسمين قبدي من بعيد ها هو خويا ديري لها الفلاش ولا لاباطري لا هادي لي منا لي منا ها 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 طلعها غير شوية طلعها كاع والله إلا درتها جاني شباب خالتي مليكة مانيش والله راني شابه خويا ماني جبدات انا الاول يقول لك ما تجبدوش غايه راكي كي البيت راف ايه شوي ورا بها ورا في البالكون بها اروح على تشيلي مالي ام دايرين اروح خويا اروح بلاك احنا درنا لايكو بوط نوار بالغوص وما خدموها بنوم بالغوص ايه الغالي باش ندير الافتتاح هربوا نشوفك يا اختي وش الغريبة ما عجبكش انتما قاعد قاعدك على سلسلة انتما هذا ينغسل ينغسل واش انا دجا يا بصحتكم تيتا وبي سنابي فيا صباح كل الاعجابكم المهم بغيت نقول لكم باللي صراحه انا ما نتقبلش صاحب هاد باكولا قولوا لي نتوما كل وحده كيفاش تجيها انا ما صراحه ما نشوفش روحي ماشي شخصيتي يعني تشوفها شوية جاري ولا ونتمنى انكم ما تعيدوهاش هاد التجربة بس كي غيمو كي نغسل شعري نوري لكم اذا شعري شوية تضرر ولا لا مهم هو فيه الجل يعني ما نشوفش انه تضرر ولا كان شوية طحني كي كنت ناشر فيه دوك ولا حدا هو بصلا نهاية الفيديو كنا نقربكم يلا باي